مشاهدين مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا الأسبوع المتجدد من السهرة التحلى. مشاهدين بيسعدنا النهاردة في سارة تحلى على شاشة القناة الفضائية المصرية إن احنا نستضيف نجمة فنانة ابنة فنان له أصالة وعراقة في الفن هو الفنان محمد الطوخي. نجمتنا النهاردة تاريخها طويل ومتنوع ما بين المسلسل التلفزيوني والأغنية وأيضا في السينما وفي الأوبريتات الوطنية. لو اتكلمت على المسلسلات اللي عملتها للتلفزيون هقول ان هي ليها تاريخ في جمال الدين الافغاني، دعوه للحب، الطريق الى القدس، بين السرايات، لا اله الا الله، واخناتون، ورأفت الهجان، وايضا ليها مسلسل الف ليله وليله يوميا في رمضان. اما بالنسبه للالبومات فيمكن رصيدها الفني عدده البومين بس، ولكن بيتخللها العديد من الاغاني بالنسبه للاذاعه وبالنسبه للتلفزيون. ممكن اتكلم عليها كتير لكن يهمنا ان احنا نعرف كل تاريخها منها. سعدنا النهارده ان تكون معانا الفنانه ايمان الطوخي. اتفضلي. حضرت الشنطه؟ يعني تقريبا. شربت القهوه؟ ادم سامحوني أرجوني. إيه رأيك لو أخذنا القهوة في المطار سوا؟ أنا معايا عربية. الفنانة إيمان الطوخي أهلا بك في سهرة تحلى على شاشة القناة الفضائية المصرية. أهلا وسهلا. قولي لي بقى، نبدأ من الأول، من أول إيه، من أول طفولة إيمان واشتراكك في التلفزيون. إيه رأيك؟ من زمان قوي قوي. يعني أنا بدأت حبي للفن من وأنا طفلة، من الطفولة المبكرة يعني. كنت الحقيقة العالم الفني ده بالنسبة لي شيء مبهر جدا وعالم غريب يعني، وطبعا خافي علي أسراره. طبعا شجعني على أن أنا أحب هذا العالم وجود والدي الله يرحمه في هذا المجال من سنوات طويلة يعني. فكنت بقف أتفرج كده من وراء الإزازة على الممثلين الكبار بتوعنا وهم بيمثلوا في الإزاعة وراء الميكروفون، وزي بيتقمصوا الأدوار بهذه البراعة، شيء كان مبهر جدا بالنسبة لي. يعني أنا من البداية صممت على أنه ده يبقى طريقي وده يبقى مجالي في الحياة وكده يعني. بدأت أمارس خطواتي الفنية الأولى من خلال الأعمال الدرامية للأطفال، الأعمال الإذاعية بالتحديد. فأذكر حتى أنهم كانوا بيوقفوني على كرسي عشان أطول الميكروفون جنب أساتذتي الكبار اللي كنت بمثل معاهم يعني. بدأت بعد كده أقدم أغاني للأطفال وفوازير رمضان كله وانت طفلة صغيرة. يا ترى فاكرة أي غنوة للأطفال كنت بتغنيها في الإذاعة؟ يعني طبعا ده صعب شوية لأن أصل مرحلة الطفولة دي من زمان يعني، الواحد عجز. يعني صعب شوية علي الحقيقة أنا أفتكر،
لكن الأطفال هم طبعا ليهم حب كبير عندي من يعني لأن أنا بدأت طفلة، ففضل عندي حب تقديم أعمال الأطفال موجود، وقدمت بعد كده بقى وأنا كبيرة أعمال الأطفال، هي دي اللي أنا فاكراها يعني من كام سنة بس. كنت قدمت مسلسل اسمه كوكي كاك، وبرضو حظى بإعجاب الأطفال قوي يعني. وعلى محضر الحضور، تنفيذ الغرامة حالا بالا وفورا وبدون أي تأخير، إما الدفع وإما الحبس. التوقيع حضرة الضابط بابا شامل. تفضل يا حضرة المحضر، نفذ فورا. بابا شامل. أنا مش حضرة الضابط بابا شامل، أنا المحضر بابا شامل، المحضر الأول. مخالفة إهمال والشروع في حريق ليلة أمس، المحضر الثاني. الثاني؟ الجريمة اللي حصلت ولسه بتحصل لحد دلوقتي، وحضرتك آخر توهان. توهان؟ الست كوكو ماسكة مراية واقفة في البلكونة وعمالة تعاكس المواطنين وتعرض حياتهم للخطر. الكوكو؟ هاي بل بس هش بس هش هش بل بخاخة بس 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 بس. إلى كل سيدة في كل دار. إخواني صمتا من فضلكم. إلى كل سيدة في كل دار. إلى كل ربة منزل في الليل وفي النهار. إلى كل الأطفال في كل مكان في العالم. حاربوا الحشرات الضارة. رددوا ورائي، حاربوا الحشرات الضارة. حاربوا الحشرات الضارة. حاربوا الحشرات الضارة. حاربوا الناموس والذباب. حاربوا الناموس والذباب. حاربوا الناموس والذباب. حاربوا الناموس والذباب. حاربوا القذارة. حاربوا القذارة. النظافة من الإيمان. 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 بخ 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 بخ. صحصح كل مخ. صحصح كل مخ. بخ 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 بخ. صحصح كل مخ. صحصح كل مخ. بخ 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 بخ. صحصح كل مخ. صحصح كل مخ. بخ 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 بخ. صحصح كل مخ. يعني المرحلة اللي كنت بتمثلي فيها في الإذاعة مع والدك وفي الاستوديو والبرامج الخاصة، بعد كده اتجهتي في دراستك ناحية؟ اتجهت لدراسة الموسيقى، لأن الحياة كانت يعني مالي عليا حياتي زي ما بيقولوا يعني.
طبعا انا كان نفسي ادخل معهد عالي لدراسه الموسيقى، بس للاسف جبت مجموع كبير في الثانويه العامه. فوالدي قال لي طب ايه المانع انك تخشي كليه قريبه لدراسه الفن يعني، وفي نفس الوقت تدرسي الموسيقى دراسه حره. فلقيت انها فكره كويسه يعني، وفعلا ده فادني جدا ان انا دخلت كليه الاعلام قسم اذاعه وتلفزيون. فكانت دراسه الاعلام ممكن تطلعي مذيعه معانا؟ لا طبعا، ما هو ما اش حاضر اتعدى على يعني طبعا مجال ان انا اشتغل مذيعه شيء لطيف جدا وكل حاجه، بس فعلا حبي للفن يعني مغطي على حبي لاي حاجه تانية. يعني انا كنت بدرس في الكليه وباخد صحافه وعلاقات عامه اللي هي مجالات الاعلام كلها، لكن ما زال طبعا عندي حب التمثيل وحب الغنى هو الطاغي عليا، وقاعده في مسرح الجامعه على طول وسايبه المحاضرات وكده يعني. فكملت دراسة الموسيقى جنب دراسة الكلية، وكنت بشترك في مسرحيات الجامعة كل سنة، وباخد لقب مطربة الجامعة الأولى ومثلت الجامعة الأولى، إلى أن تخرجت وبدأت بقى مرحلة الاحتراف بعد التخرج على طول. في مرحلة الاحتراف يمكن كان أول نشيد عملتيه كان نشيد الأرض الطيبة، ويمكن كان من حسن الحظ أنه ده كان من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. هل اختياره ليكو المجموعة كلها كان مثلا تعرضته أكتر من شخصية عليه، ولا هو عمل العمل الفني وبعدين أنتوا رشحتم على أنكم أصوات جديدة؟ يعني إيه كانت ظروفه معاك؟ هي كانت ظروفه الحقيقة في صالحنا إحنا كأصوات جديدة. الأستاذ عبد الوهاب الله يرحمه كان عايز يقدم هذا العمل بأصوات مصرية جديدة تماما بتتقدم لأول مرة، وكان الأستاذ أحمد فؤاد حسن الله يرحمه كان هو يعني دليله في هذا المجال. فقال له مين الأصوات الجديدة اللي طالعة دلوقتي على الساحة، فرشح له عدة أسماء، كنت أنا وسوزان عطية ومحمد الحلو وتوفيق فريد ومحمد ثروت وزينب يونس، دي كانت طبعا كانت سابقانا قبلنا يعني بشوي. فالحقيقه عملنا طبعا اختبار لاصواتنا ان كنا لسه كلنا جداد، ومن خلال يعني اللقاءات دي بدا هو طبعا يحط نقط فوق الحروف ويدربنا وكده، ودخلنا غنينا النشيد وصورناه، فكان بمثابه جواز مرور لينا كلنا لعالم الغناء، ومش اي جواز، ده من الاستاذ عبد الوهاب شخصيا. خدنا يعني الشهاده الكبيره يعني، فطبعا ده كان من حسن حظنا. الفنانه ايمان التوخي نقدر نقول كده انك انت ظهورك في مصر كان بدايته في عالم الغناء، لكن انت اشتهرتي في الوطن العربي يمكن بانك انت ممثله. كيف بدا اتجاهك في التمثيل بالنسبه للوطن العربي؟ هو حصل حقيقه يعني نوع من مش سوء التفاهم، هو مفارقه ظريفه يعني، ان انا في نفس السنه اللي تقدمت فيها في مصر، وده كان فور تخرجي من الكليه على اساس ان انا مطربه يعني، اتقدمت في حفله عامه كانت مذاعه الهوا وقدمت فيها اغاني خاصه بيا وعملت نشيد الارض الطيبه. في نفس السنه وفي نفس التوقيت عملت مسلسل، بطوله مسلسل كبير للدول العربيه، كان بيحكي حياه المجاهد الكبير جمال الدين الافغاني، وكان معايا فيه كوكبة عظيمة من الكبار الفنانين، كان الأستاذ محمود ياسين، الأستاذ يوسف شعبان، الأستاذ توفيق الدقن، هناء ثروت، أشرف عبد الغفور، كان مجموعة كبيرة يعني، وكان إخراج الأستاذ جلال غنيم. فكان تقديمي فيه تقديم كبير ويعني بداية ليا كبيرة وبصمة يعني في عمل كبير زي ده، على أساس إن أنا بمثل فقط، ما كانش فيه أغاني خالص. فالناس عرفتني في الدول العربية على أساس إن إيمان التوخي ممثلة يعني، وجه جديد بيتقدم. وكنت طبعا بتتكلمي باللغة العربية؟ كان باللغة العربية الفصحى. الفنانة إيمان التوخي، لو قلتلك تفتكري إنه حفظك في الأدوار باللغة العربية صعب، ولا أنت كنت معتادة باعتبار إنك أنت كنت بتسمعي والدك دايما كان بيتكلم باللغة العربية الفصحى ويمثل باللغة العربية؟ هو كده بالظبط يعني، انا من صغري وانا بحب اللغه العربيه لانه فيها نغم وموسيقى ويعني بيبقى استعداد الواحد للحب اللغه ده طبيعي فطري من الاول. طبعا ساعد على ده ان انا فعلا كنت بمثل مع والدي في الاعمال كلها كانت باللغه العربيه الفصحى، فتدربت على نطقها من بدري، ده كله ساعدني على ان انا لما جيت بعد كده بقى امثل اي دور باللغه العربيه الفصحى بقى بالنسبه لي زي العاميه بالظبط يعني، ما بيمثلش بالنسبه لي صعوبه ولا حاجه.
بتحفظي بقى ولا بتحفظي في الاستوديو في البروفات ولا يعني كيف تستعدي لعمل فني مثلا زي نقول مسلسل لا اله الا الله باعتبار ان ده موجود عندنا في التلفزيون، كيف كنت بتستعدي له نفسيا وعصبيا ومن ناحيه اللبس ومن ناحيه كل الامور الخاصه بالمسلسلات التاريخيه او الدينيه؟ طبعا المسلسلات التاريخية يمكن بتحتاج لتحضير دقيق شوية، على أساس أنها لو كانت بتحكي مثلا سيرة ذاتية أو عن حياة أحد الشخصيات اللي كانت عايشة وموجودة في حياتنا، لابد أن الفنان يعمل عنها دراسة خاصة ويقرأ عنها كتير، لأنه في الحالة دي عنصر الخيال ما بيبقاش لوحده، ده بيبقى فيه جزء كبير من الواقع وبيبقى الفنان ملتزم بده، ولازم عشان يعيش الشخصية بكل تفاصيلها لازم يقرأ عنها كتير ويعيشها لحد ما يقدر يتقمصها تماما، ويبقى هو هي الشخصية، يعني يبقى راكب هو الشخصية بالضبط، مش شخصيته الحقيقية يعني. ففعلا في عمل زي مسلسل لا إله إلا الله كنا بنعمل قصة إخناتون ونفرتيتي في 30 حلقة، كانت كتبها الكاتبة الراحلة أمينة الصاوي وإخراج الأستاذ ممدوح مراد، كنت أنا والفنان أحمد عبد العزيز، وأذكر إن إحنا صورنا جزء منها الخارج بتاعها في الأقصر وأسوان في المعابد، على أساس إن دي الأماكن بتاعتنا يعني. فأذكر من المواقف الطريفة إن إحنا كنا لابسين اللبس بتاعنا الفرعوني، وأنا طبعا عاملة المكياج والشرطة العين دي وكده، وكنا بنمشي في الشارع نروح المعبد في وسط الناس، فكانوا الأجانب بيوقفونا ويتفرجوا علينا ومبهورين جدا بينا كأننا خرجنا من المعبد يعني الشخصيات التاريخية. فكانت من الأعمال حياة ليها ذكرى عزيزة على نفسي جدا المسلسل ده. أستحلفك بإلهك يا سيدي أن تصدقني القول فيما سمعته من ونيس عني. هو لم يحدثني عنك يا ابنتي، ولكن ذكرك جاء عرضا في حديثنا. ماذا قال لك يا سيدي؟ قال إنه يحترمها ويقدرها وقد سعد كثيرا بمعرفتها. ألم يقل لك إنه يحبني؟ لم يقلها صراحة، ولكني فهمتها من كلامه. ولماذا هجرني فجأة؟ لماذا سافر دون كلمة وداع؟ الذي أعرفه أنه سافر مرغما. من الذي أرغمه يا سيدي؟ لا أدري يا ابنتي، لا أدري. وما رأيك في موقفي وقد هربت من القصر وصممت على الفرار إلى خارج الحدود؟ إنه موقفي أنا أيضا، فلن أستطيع العودة إلى القصر ثانية. إن عدنا أو عثروا علينا فسوف يرسلنا أبي إلى حوض الإذابة. ألا تعرف وسيلة نستطيع أن نهرب بها خارج الحدود دون أن نقع في أيديهم؟ الوسيلة يا ابنتي مراكب الصيد التي تعمل في النيل صعودا ونزولا، وأنا أستطيع أن أوصي بكما شيخ الصيادين. وهل تثق فيه يا سيدي؟ أجل يا ابنتي، أثق فيه ثقة لا حد لها، وونيس نفسه يثق به كل الثقة. ونيس، ليتنا نذهب إليه. ألا تندمين على ذهابك إليه؟ كيف يا سيدي وهو حاول أن تنقذنا من يد الملك ورجاله ونفر ورجاله، وليكن بعد ذلك ما يكون. أنسيت زوجك يا سنن؟ كيف أنساه يا سيدي، ولكنني في حال لا أحسد عليه، ثم أنك تستطيع أن ترسله إلينا في أي وقت بعد ذلك. حسنا، ابقيا هنا وسأذهب أنا إلى الميناء لأرتب لكم السفر على إحدى المراكب المتجهة إلى الجنوب. شكرا لك يا سيدي. سنن. خيرا يا مولاتي. أتعرفين يا سنن أني لا أصدق حتى هذه الساعة
أننا هربنا ونحن في طريقنا إلى المعبد وذهبنا إلى بيتك، فبدلت ثيابي ثم جئنا إلى هذه الصحراء والتقينا بالرجل الطيب سارنس. وهل تعرفين يا مولاتي أنني لا أصدق حكاية الخروج من منفى هذه، وإن قلبي يحدثني بأنهم سوف يقبضون علينا ويلقون بنا إلى جحيم حوض الإذابة. أين أنت أيها الرجل الصالح؟ أهو أنت يا بثاو؟ لقد توقعت أن تكون هنا، والحمد لله لقد صدق توقعي. هل يبحثون عنا؟ أنا الذي يبحث عنكما بعد أن علمت بفراركما. ألم يعلم أبي بفرارنا؟ علم، الجميع علموا بذلك، لكن أحدا لا يبحث عنكما غيري أنا. كيف؟ وقد فررنا ولم ننفذ أمر الملك. لقد حدث اليوم ما غطى على قصة فراركما وكل قصة أخرى. ماذا حدث يا بثاو؟ الملك يا مولاتي. ماذا أصابه؟ أتريدين الحقيقة يا مولاتي؟ أجل يا بثاو، أجل. لقد أصابته أم الكبائر بشرها المستطير. قل ما يفهم يا بثاو. إننا لا نفهم شيئا مما تقول. من هي أم الكبائر هذا التي أصابته بشرها المستطير؟ الخمر يا سنن، الخمر هي أم الكبائر. وماذا فعلت الخمر بأبي؟ أهراءت كبده وقد أطفحته اليوم دما. أبي العظيم. وماذا قال الأطباء؟ قالوا إن حالته خطيرة وقد طلبوا منه الاعتكاف وعدم مزاولة أي عمل أو التعرض لأي انفعال مهما كان خفيفا. سنن، هيا بنا نعود إلى القصر. القصر؟ لا، لا أستطيع الذهاب إلى القصر ثانية. لابد أن أكون إلى جوار أبي. أنصحك يا مولاتي بعدم الذهاب. لماذا؟ سمعت الكاهن نفر اليوم يتحدث إلى الوزير خيانة عنك ويقول. ماذا كان يقول؟ كان يؤكد أنه سوف يأخذك إلى المعبد يوما ما ويحولك إلى كاهنة من كاهناته. فلنتريث بعض الوقت يا مولاتي. هذا أفضل، خاصة وأن الكاهن نفر الآن هو الآمر الناهي في القصر. وأين الوزير خيان؟ معه، هو لم يفارقه لحظة منذ استولى المرض على مولاي ولزم الفراش. مسكين يا أبتي، مسكين. لا داعي للبكاء يا مولاتي. كيف لا أبكي وقد سقط أبي هناك مريضا، وأنا هنا لا أستطيع الذهاب إليه أو الاطمئنان على حاله. اطمئني يا مولاتي، سوف أتيك بأخباره يوميا. ما الذي تحتاجان إليه من القصر لأحضره لكما معي؟ لا تحضر شيئا، اذهب يا بثاو وكن إلى جوار أبي، ولا تحضر إلا في الوقت الذي تجيء فيه إلينا أرجوك. السمع والطاعة يا مولاتي. Thank you.
بإعداد الدواء للملك يا هارون. ليس بعد يا سيدي. كيف حالا الآن؟ سيء للغاية. أهي النهاية؟ أجل يا هارون، هي النهاية. إذن فيا فرصتنا قد حانت يا سيدي الكاهن الأكبر، وعلينا أن نسرع بانتهازها. أجب سؤالي يا سيدي الكاهن. أظنني قد أجبتك عليه قبل. متى يا سيدي؟ عندما طلبت مني الاستيلاء على العرش كما فعل الكاهن أوسا، فقلت لك لا تنسى أن في الجنوب شابا مصريا أصيلا يتحرق شوقا وحماسا ويتحرق رغبة في استعادة الشمال. وقلت لك إنه قد أتم الاستعدادات ويجهز الآن للانقضاض، انقضاض الأسد المحصول. طب لو قلت لك أنت عملتي بجانب الأدوار التاريخية عملتي كمان مسلسلات ملهاش بقى يعني في عادية، زي مثلا نقول دعوة للحب، ما عندناش دعوة للحب. ده موجود تلفزيون؟ موجود، والتلفزيون عرضوا أكتر من مرة، يعني لانه اعتقد انه لقى صدى طيب جدا عند الجمهور. كانت كاتباه الفنانه ناديه رشاد، وكانت بتطرح فيه فكره جميله الحقيقه، واخراج الاستاذه انعام محمد علي، وكان بطوله مدام ميرفت امين واستاذ مصطفى فهمي، واعيد عرضه اكتر من مره. ايه بقى انت كنتوا بتدعوا فيه للحب؟ يعني هو كان مفروض الفنانه ميرفت امين كانت بتلعب شخصيه صحفيه بتكتب باب يومي اسمه دعوه للحب، من خلاله بتوجه هذه الدعوة لكل الناس انهم يحبوا بعض ويحبوا البلد، وكانت فكرة ظريفة. يعني هل بقى اختلافك النفسي والعصبي وانت بتعملي دور زي مثلا دور نيفرتيتي او دور مثلا دورك في جمال الدين الافغاني يختلف بقى عن التمثيلية العادية او المسلسل العادي؟ اكيد، يعني التحضير بالنسبة للأعمال الدرامية اللي هي العادية الواقعية الحديثة يمكن بيختلف شوية، لأنه بطبيعة الحال الأعمال التاريخية كمان تحتاج لملابس خاصة وإكسسوارات خاصة بالشخصيات دي. بس انت ما بتكونيش مسؤولة عنها؟ يعني أنا الحقيقة من الفنانين برضو اللي بحب أتدخل في كل صغيرة وكبيرة. يعني طبعا إذا كان حتى جهة الإنتاج هي اللي بتفصل الهدوم وبتجيب كل حاجة خاصة بالشخصية، أنا لازم أبقى يعني مشرفة على كل دقيقة في العمل. وأنا تعلمت الحكاية دي من أساتذتي الكبار اللي علموني إنه يعني الدقائق الصغيرة دي، كل تفصيلة صغيرة هي في النهاية بتكون الصورة الكبيرة، فالواحد مش لازم يسيب فرصة لأي غلطة. يعني انت بقى من برج ايه؟ برج الميزان. ده بيهتم بالتفاصيل الدقيقة. ايوه، وعلى فكرة برج الفنانين في فنانين كتير في العالم يعني من برج الميزان. فأنا باخد وقتي قوي في مسألة التحضير، يعني بحب باخد وقتي في التحضير يمكن قبل ما اخش العمل بشهور، تلاقيني عايشة احضر للشخصية عشان اقدر ايه يعني ابقى داخلها وانا شرباها زي ما بيقولوا، يعني مبقاش لسه بدور مش عارف على ايه وعلى الحلق ايه والفستان ايه، لا يعني الحاجات دي عايزه اكون نسيتها خلاص وجاهزه تماما وعايشه الشخصيه بقى. حاجه غريبه انه برضو التمثيل فرض نفسه علينا دلوقتي وتركنا الغنى، في حين انك انت اساسا يمكن جمهور المصري عارفك كمطربه. نقدر نقول ان ليكي مرحله مع الفنان المخرج فهمي عبد الحميد، نتكلم على هذه المرحله بالنسبه للاغاني. الحقيقه الفنان فهمي عبد الحميد الله يرحمه كان من الناس العزاز جدا على نفسي، لانه من اوائل الناس اللي انا اشتغلت معاهم وتفتحت يعني مواهبي يمكن الفنيه على ايديهم. طبعا الاستاذ فهمي عبد الحميد كان له باع طويل في مجال الاغنيه التلفزيونيه، وكان بيتميز باستخدام الوسائل الحديثه والكروما والخدعه التلفزيونيه في تصوير الاغاني. فأذكر أنه أول تعامل معاه كان من خلال فوازير الفنان سمير غانم اللي كان بيقدمها رمضان، عملت معايا كم حلقة كده
وبعدين من خلال شغلي معاه اتفقنا علينا نعمل أغاني مخصوصة بقى مصورة للتلفزيون. فصورنا حوالي 10 أغاني كانت يعني ذات مواضيع مختلفة مصورة تلفزيونيا بالأسلوب طبعا اللي كان بيتبعه أياميا وبالكرومة وكل الخدعة اللي كانت موجودة وقتها يعني وكلها موجودة في الفيديو كليب بتاع زمان. أيوة بالضبط. تمام كده. بس الحقيقة كانت من يعني من الأعمال اللي أنا بعتز بيها جدا، كانت في بداياتي وهو فادني كتير قوي في أسلوب تعاملي مع الكاميرا خصوصا في مجال المنوعات، لأنه برضو يفرق شوية عن التعامل مع الكاميرا في الدراما يعني. أكيد. إيه بقى؟ يعني في تصوير الأغنية تبص لي حضرتك لو إحنا مثلا بنصور الأغنية الشوتات متقطعة ازاي اخش الكادر في توقيت معين وازاي وامتى اخرج منه، يمكن يبقى على جزء من الثانيه. طبعا دي بتحتاج برضو دقه شديده وخبره ويعني مهاره في التعامل مع الكاميرا. ده مختلف غير الثلاث كاميرات في بالظبط. اكيد. قولي لي نختار غنوه من اغاني فهمي عبد. هم كلهم حلوين الحقيقة، يعني يمكن في غنوة كانت ليها حظ شوية من الناس ترددتها اسمها البنية. دي يمكن شهرة إيمان التوخي جت بالغنوة دي تقريبا. إنها كانت بتتردد كتير. كنت بتقولي فيها إيه؟ بتقول يا بت ياللي حمامك طار قومي اعملي له بنية، يا حلوة ياللي حمامك طار قومي اعملي له بنية، عملتها له سبع ادوار شبابكها كلها بحرية، رفرف ولا حط عليا. ازاي بتحافظي على جمال الصوت؟ المطربة ازاي تحافظ على جمال صوت؟ هقول لك اسرار الصنعة غير الممثل، وطبعا عشان بمارس الاثنين فعارفة ان يعني كل حاجة ليها نظام. بالنسبة للغنى طبعا مطلوب عمل فوكاليز صوتي او تمرينات صوتية يعني على قد ما اقدر، يعني مش لازم كل يوم بس يعني على الاقل مثلا مرتين في الاسبوع. حتى لو انا ما عنديش ارتباطات غنائية يعني ما عنديش حفلات ولا تسجيل، لازم افضل اعمل هذه التمرينات، لان زي ما بيقولوا الصوت بيصدي بس كمان بيقول الصوت ما يكبرش ولا يشيخ. أنا سمعتها من عبد الوهاب. طبعا طالما إن الواحد محافظ عليه يعني. كان الأستاذ عبد الوهاب نفسه بقى كان يقول لي طبعا في حاجات ممنوعات ما تجيش جنبها خالص، السجاير والدخان ومش عارف إيه ولطشات البرد والحاجات دي، يعني الواحد اتعلم طبعا إن هو يحافظ على نفسه منها قدر الإمكان، بالإضافة بقى لمسألة التدريبات الصوتية. ويعني انا حريصه ان انا اخد اكبر قدر من هذه التدريبات طالما ان انا يعني قادره عليها. يعني في مدرسه في الكونسرفاتوار بتديني هذه التدريبات لمده مثلا ساعه مرتين في الاسبوع على الاقل. انت تعاملتي طبعا مع مجموعه من الملحنين، في ممكن يبقى ملحن فهم امكانيات صوتك او برزه او ثقله أكتر من حد تاني، يعني مش مهم بالأسماء لكن نقدر نقول مثل بحيث إن إحنا نقدر نحط غنوة يبقى بان فيها إمكانيات صوتك كما يجب أن يكون، لأنك أنت غنيتي وطني وديني وعاطفي. مظبوط. يعني أنا طبعا تعاملت مع أجيال مختلفة من الملحنين، في الجيل الكبير بدءا طبعا من الأستاذ عبد الوهاب إلى الجيل الحديث خالص اللي موجود دلوقتي حاليا. كل جيل من الملحنين له أسلوب في التعامل مع الصوت، يعني بصرف النظر حتى عن أبناء الجيل الواحد. يعني حضرتك مثلا حضرتك الجيل الكبير شوية أساتذتنا الكبار يمكن أنا برتاح في التعامل معهم أكتر من الجيل الأحدث. ليه بقى؟ لأنه هو طبعا بيبقى دارس إمكانيات الصوت كويس، عارف مساحته قد إيه، عارف مناطق الحلاوة فيه فين، ودي طبعا بتيجي بالخبرة. يعني ازاي هو يحط لحن او يدي للصوت ده لحن يبرز اجمل ما فيه، ولو في عيوب يداريها. يمكن الملحنين الجداد يمكن انا باخد عليهم الحته دي شويه، ان هو بيحط لحن هو معجب بيه كده ملوش دعوه هل الصوت ده ممكن يجيب فوق وما يجيبش يجيب تحت، يعني مش مهم. فحتى لو في عيوب في الصوت بتبان. فانا الحقيقه بحب قوي اتعامل مع هذا الجيل. يعني طبعا الاستاذ حلمي بكر من الناس اللي انا بحب جدا اشتغل معاهم جدا. يعني
وكان ليا حظ ان انا يعني اتعامل معاه في العديد من الالحان. يعني مثلا هو بالاضافه للاغاني اللي عملها لي كان في غنوه اسمها الليله ليلتنا، دي كنت بغنيتها في حفله من حفله 6 اكتوبر، كانت من الاغاني المميزه يعني. الى جانب ده كان عامل الحان مسلسل الف ليله وليله كله 30 حلقه، كان عامل فيه الحقيقه يعني اقول ايه، حط عصاره الحانه الجميله بالاضافه المقدمه والنهايه، دي كانت من الالحان المميزه خالص اللي انا عملتها يعني. ده هيخلينا نتكلم على مسلسل ألف ليلة وليلة. يمكن العمل ده كان عمل من الأعمال المهمة، أو نقدر نقول مرحلة من مراحلك الفنية. أيوة بالظبط. يعني يمكن ألف ليلة وليلة كان أول عمل يجمع بين التمثيل والغنى على حد سواء يعني، وأنا كنت سعيدة بيه جدا علشان كده يعني، لأنه دايما الناس تقول يا إيمان بتحب التمثيل أكثر ولا الغنى، فكنت مبسوطة أنه الاثنين مع بعض. وطبعا من ألف ليلة من الأعمال المرتبطة قوي بالناس خصوصا في شهر رمضان، وعلى مدى 30 يوم بتتقدم. فيعني أذكر الحقيقة أنه يعني من الأعمال حتى اللي خد مجهود طبعا مننا شوية، أن كنا مرتبطين بتصويره لحد آخر يوم في رمضان قبل العيد بليلة يعني. أنا تعبت. مولاي الملك يونان اهدى، مش معقول كده. اهدى ازاي بس؟ خلاص كرهت نفسي، كرهت الدنيا كلها. الكل بيحبك يا مولاي. مش معقول كل يوم دواء ومفيش فايدة، كل يوم دهان ومفيش فايدة، كل يوم حكيم شكل ومفيش فايدة. 20 سنة يا ملكتي وانا على الحال ده. انا خلاص يئست، تعبت. مولاي فات الكتير، ما فاضلش الا القليل. احنا بننتظر اشهر حكيم في المملكه كلها، الحكيم رويان. الحكيم رويان هيعمل ايه بس؟ الحكيم رويان امر لله، يدخل فورا. الحكيم رويان ده يا مولاي ارى الكتب اليونانيه والفارسيه والعربيه والسريانيه، استاذ في النجوم، عارف خواص النباتات والاعشاب والحشائش. مولاي مولاتي، شفاك هيكون على ايدي ان شاء الله. كل اللي شافوني قبلك قالوا لي كده. مولاي لما الحكيم رويان يقول كلمه ثق انها الحقيقه. وايه بقى الدواء ولا الدهان اللي عندك؟ أنا مش هديك دواء تشربه ولا هديك دهان تدهن بيه جلدك. تأكد إن ده لو حصل هديلك نص مملكتي. مولاي أنا مش طمعان في جاه ولا سلطان، كل اللي أنا عايزه مرصد ومعمل ومزولة واسترلاب علشان أتمم أبحاثي. كل طلباتك مجابة. مولاي امسك الصولجان ده في ايدك واضغط عليه قبل ما تنام، اضغط عليه لحد ما تعرق ايدك عليه. الصبح هتصحى تلاقي نفسك شفيت بإذن الله. معقولة؟ أنا خفيت الحمد لله بسبب الحكيم رويان، الحمد لله. فهمني ازاي ده حصل؟ انا لا شربت دواء ولا دهنت جسمي بدهان، ازاي؟ الصولجان فيه الدواء يا مولاي، لما عرقت الدواء خرج من الصولجان ودخل في مسام فتحات الجلد ومشي في جميع أنحاء البدن. ألف مبروك، ألف مبروك يا مولاي عالشفا. أنا مش مصدق. الصولجان السبب يا مولاي. لا، علمك هو السبب.
يعني توخي أنا فاكرة لك تجربة من التجارب يمكن عملتيها على مسرح الأوبرا وكنت بتغني فيها، بلاش أنا أتكلم عليها، تكلمي على تجربتك في المسرح باعتبار أن احنا هنقول أنه ده مسرح بالنسبة لإيمان التوخي. وأنا الحقيقة يعني لسه مليش الحظ أن أنا أقف على خشبة المسرح في عمل مسرحي متكامل، إلا طبعا وقوفي على المسرح خلال يعني دوري كمغنية فقط يعني. لكن المرة الوحيدة فعلا وقفت فيها على المسرح كانت بمناسبة عيد ميلاد الأوبرا الأول، وكان هذا الاحتفال كان حاضره الأستاذ عبد الوهاب الله يرحمه قبل وفاته بسنة واحدة، فهو له ذكر عزيز عليا جدا لأنه كان مفروض في عيد ميلاد الأوبرا بيحاولوا يقدموا مقتطفات من الأعمال اللي هي اللي ليها يعني ذكريات عزيزة على قلب الجمهور وحاجات نادرة ما تقدمتش كتير. فمن هذه الفقرات كان أوبريت مجنون ليلى اللي كان مغنيه الأستاذ عبد الوهاب مع الراحلة أسمهان، فاخترت أنا وعلي الحجار علشان نغني هذا الجزء. وطبعا لبسنا اللبس ليلى العامرية وقيس وطلعنا قدمناه على المسرح في شبه أوبريت كده. فده كان من الذكريات العزيزة، لأن تقريبا يعني أكاد أكون أنا وعلي من أول مطربين شرقيين نقف على خشبة مسرح الأوبرا نغني. إيمان لو قلت لك طب أنت بتحبي مين من الأصوات، أو كنت متأثرة بمين بصوت مين وأنت صغيرة، أو بتحبي مثلا شريط كاسات معاكي بتحبي تسمعي صوت مطرب أو مطربة، فلكي الخيار ما بين القديم أو الحديث. أكيد يعني أنا طبعا تربيت على سماع الأصوات العظيمة كلها اللي أثرت حياتنا الغنائية، يعني أساتذتي كلهم اللي تعلمت منهم وحبيتهم طبعا، بدءا من الأستاذ عبد الوهاب وسيدة أم كلثوم، مرورا طبعا بالعظماء فريد الأطرش وعبد الحليم، وردة، نجاة، فايزة، شادية، ليلى، مراد، أسمهان، كل الأسامي اللي هي احنا عايشين عليها لحد دلوقتي على ذكرى يعني على تراثها الغنائية. بس يمكن من الأصوات اللي أنا تأثرت بيها شوية أكتر كان صوت الفنانة أسمهان، وأذكر إن أنا يعني بتفائل دايما بأغنياتها لأنها كانت جواز مرور ليا في العديد من الاختبارات، يعني لما امتحنوني في الإذاعة مثلا كمطربة عشان يعتمدوني والتلفزيون غنيت لأسمهان ونجحت. غنيتي إيه بقى؟ أنا عارف إنك هتقولي لي كده. غنيت أغنية عليك صلاة الله وسلام، ولما غنيت قدام الأستاذ عبد الوهاب برضو قال لي سمعيني صوتك لأول مرة، وفاكرة أنا كنت قاعدة بترعش قدامه، قال لي عايزة تغني لمين؟ قلت له أسمهان، غنيته نفس الأغنية، فيعني بعدها اداني جواز المرور، فاعتبرت فعلا الغنوة دي يعني وشها حلو علي. طب نقول حتة عليك صلاة الله والسلام، عليك صلاة الله والسلام، شفاعة جد الحسنين دم أحملك رجعت أيامه، دم أحملك رجعت أيامه، هانية وتملت بلعين. طبعا ليكي وقفة من الوقفات اللي لا يمكن حد يقدر ينكرها، دور إستر رأفة الهجان، ده كان من الأدوار اللي ليها علامة وبصمة فعلا في حياتك الفنية. هل لما تعرض عليكي دور إستر باعتبار يعني ظروف إستر اللي في التمثيلية، كان صعب عليك الاختيار ولا تحديتي الموقف، ولا كان اختيارك لي ازاي؟ مين رشحك للدور؟ انا رشحني للدور الاستاذ يحيى العالمي طبعا، وانا بدين له بكل هذا الفضل الحقيقة. اذا كان انا نجحت في هذا الدور ففعلا بيرجع الفضل الاول والاخير له، لاني انا كنت بشتغل مع الاستاذ يحيى وده كان اول مرة اول لقاء معاه في فيلم تلفزيوني اسمه الحب ايضا يموت، قصة الأستاذ موسى صبري وإخراجه. من خلال شغلنا مع بعض هو كان صور الجزء الأول من رأفت الهجان وبيحضر للجزء الثاني، فقال لي يا إيمان أنت لازم تشغلي معايا في الجزء الثاني، اقري الجزء ده يعني اقري الموضوع الكتاب وشوفي الأدوار إيه اللي هتتعاطفي معها، يعني هتحبي أني فيه. فأنا من القراءة الأولى الحقيقة اتعلقت جدا بشخصية إستر،
لاني لمست فيها طبعا رغم ان كل الاحداث بتحصل في المجتمع اليهودي وكل شخصيات تقريبا في الجزء ده الجديده هي شخصيات يهوديه، الا ان لمست في الشخصيه دي بالتحديد يمكن لمسات انسانيه، يمكن دي اللي شدتني ليها من على الورق يعني. فانا الحقيقه قلت له بصراحه، قلت له انا عجباني الشخصيه دي رغم ان هو كان مرشحني شخصيه ثانيه يعني انا فاكره كويس. فقلت له لا يعني يا ريت يا استاذ يحيى تديني هذه الفرصه ويعني انا هجتهد على قد ما اقدر وحبذل مجهود مضني وربنا يسهل يعني ويوفقنا وكده. فهو منحني هذه الفرصه الحقيقه. فطبعا انا قصاد الفرصه دي انا انقطعت تماما لتحضير الشخصيه. يمكن اذكر ان قبلها بثلاث شهور كامله ما عملتش اي حاجه تانية، تفرغت لها تماما لتحضيرها ودراستها وملابسها وكل حاجه، كل ما يتعلق بيها كل صغيره وكبيره، طول بقى كمان فتره تصويرها وما بعدها يعني. قعدت يمكن سنه كامله في اطار استر ده، ما قبل وما بعد، ومش قادره ارتبط بحاجه تانية. وطبعا نجاحها وضعني في مأزق حرج. الاختيار الصعب. ايه الاختيار الصعب. وكل الناس هي اللي كانت يعني بتطالبني بدها، تقول لي يا ايمان مش عايزين نشوفك في حاجه اقل من كده. فيعني فعلا النجاح احيانا بيكون مسؤوليه كبيره، بس طبعا على قد صعوبه ده بتكون حلاوه نجاح اي شخصيه الواحد بيقدمها وتشجيع الجمهور له يعني. لوف شطريط، تأكد اني حريص على لقائك اكتر من حرصك على لقائي. في اي وقت تحدده وهتلاقي كميات ويسكي كافية جدا من نوع فاخر جدا كمان. اوكي نبقى على تليفوني الاسبوع الجاي. شالوم. ايه في حاجة يا استر؟ الجواب ده وصل من باريس دلوقتي. انت مش قريتيه؟ لان تعليماتك قد سمحون ان الجوابات الخاصه بس هي اللي ما تتفتحش. حلو افتحي افتحي وشوفي في ايه. مادموزيل مورياك بتقول انها هتناقش مع الشركه موضوع الفوق اللي هي بتشوف انه مش هيقل عن 80 سائح، وان ميعاد وصولهم هيكون يوم 16 الشهر اللي جاي على الاير فرانس، وان التنظيم 80 فوق يبقى يوم 8 الشهر الجاي، يبقى الأسبوع الجاي 15 5. طب وخمسة نشيل منهم 3 يبقى 2. وبالشكل ده ممكن وجودك في باريس ومناقشتك مع مدير الشركة يزلل حاجات كتير. في حاجة تانية؟ بتقول إنها مشتاقة لك جدا وإن باريس فيها مجموعة لطيفة من الأفلام الجديدة اللي لازم تشوفها. اوكي احجزي لي تذكره باريس فيا روما يوم الثلاثاء الجاي، لاني بالمره عاوز انزل ايطاليا واشوف كام شركه اعمل معاهم محاولات. اسر حاولي تطلعي لي اسماء شركات السياحه اللي في روما وباريس، متهيألي ان احنا لازم نقابل الناس دي ونتكلم معاهم. اوكي ادون سمحون. اسر ايوه ما تنسيش تديني الجواب قبل ما اسافر، مثالي انه لازم يكون موجود معايا في باريس. حاجه تانية يا ادون سامحون. مالك يا استر؟ مين مارسيل مورياك دي؟ اري جواب تاني وانت تعرفي. ادون سامحون انا متاسفه اذا كنت. ولا حاجه يا استر ولا حاجه. اعملي ايه يا استر؟ مفاتيح عربيتك. هتروحي فين في وقت زي ده؟ هوصل ادون سامحون المطار. مالك مونيكا؟ هو منتظر انك توصليه؟ لا
التذاكر معاكي ولا معاه؟ معاه. ليه هتروحي استر وفي تاكسيات في البلد؟ مش عارفه، عاوزه اوصله. اللي بتعمليه ده غلط. انا عارفه. بتعمليه ليه؟ لاني عاوزه اوصله، لازم اوصله. بكر توفق تنصحكم استر. انا خفت ما تصحاش في ميعاد الطياره. اتفضلي. حضرت الشنطه؟ يعني تقريبا. شربت القهوه؟ ادم سامحوني، ارجوني. ايه رايك لو اخذنا القهوه في المطار سوا؟ انا معايا عربيه. تاكسي؟ لا، عربية مونيكا. بعدين استر. سامحني، مش قادرة. وإلياهو جادوسكي؟ أنتم سامحون، أنا طول ما احنا مع بعضينا لوحدنا مفيش حد نسمعه. في ديفيد. ديفيد بس. ديفيد، أنا بحبك بحبك بحبك. من اختيارك للدور، أي دور بيجيلك بيهمك الكاست اللي أنت بتشتغلي معاه ولا بيهمك دورك أنت ولا مساحته؟ بتقيسيه ولا بتحسيه؟ لا، هو طبعا اول حاجه بدايه هو الورق، النص. يعني انا لازم اقرا النص قراءه متانيه جدا. وطبعا برضو اللي علمني على ده بابا الله يرحمه، يقول لي كان القراءه الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه، لان ممكن من القراءه الاولى ما تكفيش الحكم على العمل. وبعدين بعد طبعا النص طالما انا اقتنعت بيه كعمل ككل، لازم طبعا يكون بيقول حاجه وله رساله، شيء معين هادف له. ابتدي ادرس دوري انا، يعني هو علاقته ايه بكل الشخصيات اللي حواليه، وهو في حد ذاته هل هو شخصيه مركبه ولا شخصيه منبسطه ولا ايه، هل هو هيضيف لي ولا هعمله كده وخلاص. انا الحقيقه ضد ان انا اعمل شخصيه احس انها مش هتضيف لي انا حاجه ولا انا هقدر اضيف فيها حاجه. يعني انا من انصار انه عمل واحد كويس احسن 100 مره من ان انا اعمل 100 مثلا كلهم متوسطين، ما لهمش ملامح، ما بيبصموش، ما بيعملوش حاجه عند الجمهور. ويمكن ده اللي مخليني انا مقل قوي في شغلي، لان يعني انا باخد فتره طويله في ان انا اقرا واحضر ومش عارف ايه، وممكن في الاخر الاقي نفسي لا انا مش قد كده، فاقوم معتذره في الاخر، لانه احس ان انا مش هكون عند حسن ظن الجمهور يعني. فمساله دراسه النص دي مساله مهمه جدا طبعا. نمره 2 المخرج، لانه هو المايسترو بتاع العمل الفني، هو اللي كلنا بنقف تحت قيادته، فلازم ابقى انا مقتنعه 100% انه هذا القائد فعلا هيقدر يحطني في افضل صوره، انا هقدر استفيد من توجيهاته ليا. يعني لازم يضيف لي ولازم اتعلم منه، ولازم ابقى في ثقه متبادله، بحيث انه يقول لي اعملي كده اعملها وانا مغمضه ما ناقشوش.
طالما ان انا ارتضيت اشتغل معاه يعني. وبعدين نمره 3 طبعا الفريق اللي عاملين فيه سواء الفنانين او الفنيين لانه الاثنين بيكملوا بعض. هو فعلا العمل الفني زي ما بيقولوا فريق متكامل، لازم كل واحد فيه يلعب دوره صح علشان في النهايه العمل كله يبقى مظبوط، يبقى سيمفونيه صح. قولي لي انت عملتي فوازير، انا فاكره من في سنه مثلا من سنين اللي عملها سمير غانم اشتركتي يمكن في اكتر من حلقه معاه. ده كان في البدايات شويه. كان في سنة كان عاملها عن الشخصيات التاريخية وفي سنة عن الشخصيات الفنية المعاصرة، عملت معاه في السنتين دول كذا حلقة كده. تختار فزورة من فوازير سمير غانم؟ في فزورة ظريفة كان عاملها عن علي بابا، علي بابا والأربعين حرامي، أنا كنت بعمل معاه شخصية مرجانة، دي من برضو الحلقات الظريفة. صنع مهرة أمرة وشعرة، عاوز تقرا فن وعلم وتزداد، خد بعضك وارحل ياد وادخل على سوق بغداد. يا سلام يا سلام على سوق بغداد، عشرة ديار يا رشيد يا رشيد في تاريخ بغداد العيد، عشرة ديار يا رشيد يا رشيد في تاريخ بغداد العيد، عشرة ديار يا رشيد يا رشيد في تاريخ بغداد العيد، عشرة ديار يا رشيد يا رشيد. الخلق أمم عرب وعجم والعدل حكم، خيلك راحت لبعيد تفتح في حصن وبلاد، يا رشيد يا قمر بغداد، يا سلم يا سلم على سوق بغداد، يا سلام على سوق بغداد، يا سلام على سوق بغداد، مليان خير على أمجاد، يا سلام يا سلام على سوق بغداد. بألف رخيص ضحكة يا عاوزة التمحيص، الليلة بألف والله رخيص ضحكة يا عايزة التمحيص، أوروبا بشار لمان تطلب مننا إحسان وتنظم في الأزمان بساعاتك وانت حريص، يسمعوا دقة بغداد يعرفوا إن إحنا شداد، يسمعوا دقة بغداد أمان يعرفوا إن إحنا شداد، يا سلم على سوق بغداد، يا سلم يا سلم على سوق بغداد، يا سلم على سوق بغداد، يا سلام يا سلام على سوق بلدة، مليان خير على أمجاد، يا سلام يا سلام على سوق بلدة، يا سلام على سوق بلدة، يا سلام يا سلام على سوق بلدة، مليان خير على أمجاد، يا سلام يا سلام على سوق بلدة. فطوطة كمو كمو، أنا مين عشان تعبت؟ وطا بدري. طيب يا أخويا براحتك. اطلع حطب واخويا الحيله يطلع نصب، قلب الصبر اطلع حطب واخويا الحيله يطلع نصب، يا حمار ما تقولي بلاش عذاب، انا اطلع مين انا اطلع مين، احنا عصابة احنا عصابة احنا عصابة 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 احنا عصابة عصابة عصابة، ايه دي احنا عصابة وناسنا هابة لينا مهابة كمان ديابة، احنا عصابة 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 ايه، يوم بنعمل لنا كمبارة نخطف نسرق لينا مغارة، لو نديلها بصوتنا اشارة تفتح لينا البوابة، احنا عصابة 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 احنا عصابة عصابة عصابة. بسر البترول عن عن، افتح يا رمود يا كنترول عن عن عن، اقفل يا رمود يا كنترول
عنتور افتح يا شهبور. يا مار بسر العنتور كنترول كنترول بسر البترول افتح يا رمود يا كنترول. تشعين حتطلع لك دروج اعترف بها الجميع من امريكان وحتى روس. الفلوس 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 الدفا الشفا والغموس من غيرها كلنا راح نروس ويجيلنا في الاحلام كابوس. الفلوس 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 لو عجوز تصغرك فورا تغير منظرك. لو عجوز تصغرك فورا تغير منظرك وبس مين هيعبرك ويسعرك من غير فلوس. بالفلوس بقالي قصر قباها وجواري في جمالها تشبه المها. بالفلوس بقالي قصر قباها وجواري في جمالها تشبه المها. وعبيبتي اللي بحبها واموت قوي في قربها وعلمه كنت بقيت بدوس. الفلوس 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 يا باشا الدفا الشفا والغموس القبيل كلنا راح نلص ويجيلنا في الاحلام كابوس. yes. الفلوس 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 حدس. هوش حتى مفتوس ما تسيبوهوش. امسك امسك هلا هلا هوش امسك هلا هلا هوش اللي عطوس ما تسيبوهوش حتى مفتوس ما تسيبوهوش. امسك. الله يجازي اللي كان السبب. مين اللي كان اللي كان السبب؟ قول. حاضر حقول. انت على طول. حاضر حقول. ما تقول ما تقول ما تقول. حقول والله العظيم هقول. يا لهي آها والزمن غدار. يلا السلامة يلا السلامة. أنا لا ساهي ولا لاهي. ويا سلام سلم هي القدر بتتكلم. أيوة يا سيدي ونكفي على كل واحدة حجر ولا حس ولا خبر. تمام يا قمر. فنانة إيمان التوخي طبعا ليلى مراد مدرسة فنية من ناحية التمثيل من ناحية الغناء من ناحية الاستعراض. يمكن أنت بتتوفر فيك بعض الصفات ونقول مثلا تجيد التمثيل والغناء والاستعراض لأنك اشتركتي في أكثر من عمل استعراضي. لو قلت لك أنا نفسي أسمع أنا يعني كمذيعة أحب أسمع منك حاجة ليلى مراد تقولي لي. والله طبعا فنانة ليلى مراد من الفنانين اللي انا بعشقهم يعني. ويعني انا نفسي يرجع تاني عصر الفيلم الغنائي لانه يعني انا امنيه حياتي ان انا اقدم الفيلم الغنائي فعلا. يعني انا قدمت في التلفزيون وفي السينما وفي الاذاعه. حتى افلام اللي عملتها في السينما كانت تمثيل فقط ما كانش فيها غنى خالص. فنفسي يرجع تاني عصر الفيلم الغنائي بزهوه
وبغناه. طب نقول انه غياب الفيلم الغنائي عن الساحة الفنية ليه من وجهة نظرك؟ طبعا اسباب كتير، انا اعتقد انه من اهمها انه يمكن غياب العناصر الفنية العملاقة اللي كانت موجودة في عصر الفيلم الغنائي. يعني يكفي السيدة ليلى مراد، دي ملهاش زي، يعني لا تتكرر كثيرا ليلى مراد بهيئتها بصوتها بصورتها. كمان الفنانين اللي هم كانوا يعني متحمسين لهذا اللون وبيقدموه بإنتاج غني زي الفنان أنور وجدي، يعني هو المنتج كان لأفلام ليلى مراد كلها. النهاردة ما فيش الفنان اللي يتحمس قوي لتقديم هذا اللون، لأنه طبعا مكلف جدا خصوصا النهاردة. يعني شوف حضرتك الفيلم مثلا زمان كان بيتكلف قد إيه، شوف بقى في كم ضعف دلوقتي تكلفة الغنوة الواحدة ممكن تبقى قد إيه، مع الاستعراضات والإبهار والملابس والفرق الراقصة ومش عارف إيه، يعني طبعا أكيد هيكون مكلف. لكن طبعا إحنا عندنا فنانين برضو ممكن يعني يقدموا هذا اللون ببراعة، ومخرجين عظام جدا. الإمكانيات بالضبط، لأنه أنا أعتقد أنه يعني وجود الفيلم الغنائي أسرى حياتنا الغنائية بشكل كبير جدا. كل تراثنا الغنائي اللي إحنا عايشين عليه لحد النهاردة كان بيتقدم من خلال الفيلم الغنائي. يعني شوف حضرتك أغاني شادية، عبد الحليم، محمد فوزي، صباح، كلها هتلاقيها كانت في أفلام يعني. نرجع بقى ليلى مراد، منسيتيش بقى. طيب هو من الأغاني اللي أنا بحبها قوي أغنية إيه عزي من عيني مثلا. يا عز من عيني قلبي لقلبك مال، يا عز من عيني قلبي لقلبك مال، شريك وشاريني وش يعملوا العزال، يا عز من عيني يا عز من عيني. ما في شك انه الفنانة شادية في كل مرحلة من مراحلنا يعني أكيد لعبت دور في حياة كل واحدة أو كل واحد يعني، وصوتها وجماله ورقة التطور اللي في صوتها الطبيعي ما بين الدلع ما بين النضج ما بين التقوى، يعني فيه مراحل في صوتها. نقدر نقول إنك أنت متأثرة بصوت شادية في أي مرحلة من مراحل؟ والله في كل مراحلها. يعني طبعا الفنانة شادية دي من الفنانات، أقول حضرتك إيه، يعني بالنسبة لي تكاد تكون معبودة، يعني من طفولتي المبكرة قوي، وأنا شادية دي بالنسبة لي شيء مبهر للغاية، فعلا سوبر ستار بكل المقاييس يعني. وطبعا تألقها في الأفلام الغنائية وعلى يعني مدى السنين الطويلة اللي قدمت فيها كل العمر الفني ده كله، يعني قد كده فعلا هي أثرت فينا يعني مستمعين، وطبعا كجيل بقى فنانات وفنانين طالعين بيحبوها بالظبط كده، وبنتعلم منها. يعني احنا على طول بنتعلم وما زلنا نتعلم، كل ما يجي لها مثلا فيلم انا بقعد يعني ادرس كل لقطه هي عملت ايه وانفعلت ازاي وعايشه الشخصيه ازاي، وقد كده هي بتخلي الغنى يتسلل ليكي بمنتهى البساطة والرقة والعزوبة والأستاذية في نفس الوقت. طب إيه رأيك أسمع حاجة منك لشادية كده أو تنتنع، عشان عايز أسمع غنوة لشادية. طبعا هي حصيلة الأغاني للفنانة شادية كبيرة قوي، الاختيار صعب يعني. يعني مثلا يحضرني مثلا أغنية كنت غنيتها اسمها والله يا زمن. كانت في مسلسل أيوة، مسلسل إذاعي، وقدمتها في السينما في نفس العمل اللي هو كان نحن لنزرع الشوك. والله يا زمن ما بإيدينا زرعنا الشوك ولا روينا يا زمن، وانت يا زمن قاسي علينا بتبدر الشوك حوالينا يا زمن، والله يا زمن مكتوب علينا ومين عارفنا
مصير أمي واللي انكتب عالجبين بنشوفه بعينينا يا زمن والله يا زمن والله يا زمن. الفنانة إيمان التوخي، أنت في حديثك قلتي الفنانة شادية سوبر ستار، إحنا متفقين إنه في نجم وسوبر نجم أو ستار وسوبر ستار، تفتكري إيه اللي ممكن يخلي الإنسان سوبر ستار؟ يعني أعتقد إن في جزء كبير من المسألة دي بتبقى منحة إلهية من عند ربنا، في المواصفات الشكلية وزي ما بيقولوا الكاريزما أو مسألة القبول. في فنانين بيحظوا بدرجة عالية جدا من القبول من الجمهور، ودي بقى حاجة فعلا الفنان ملوش يد فيها، رباني تلاقيه هو الهلة أو الطلة الأولانية كده، شيء يعني بيستولي على مشاعر يأخذ بالألباب يعني زي ما بيقولوا بالنسبة للجمهور. وفي فنان بيبقى هو ممكن يكون يعني موهبته كويسة ومؤدي كويس وكل حاجة، بس يمكن بيفتقد شوية للحتة دي. طب الكاريزما دي لا تكتسب؟ لا. يعني مثالي مهما الواحد عمل عشان يعوضها، أصل دي فعلا بتبقى هبة زي ما حضرتك قلت من ربنا يعني. لكن طبعا هي مش كفاية بقى، يعني طبعا بيكملها أكيد بيكملها بقى حاجات تانية. ثقافة الفنان تبقى أعتقد أنها مسألة مهمة قوي، اختياره واختياراته، وبرضو يمكن في جزء برضو من الحظ بيلعب دور شوية، انه احيانا الاعمال اللي بيقدمها الفنان ممكن تكون على درجة هي نفسها على درجة عالية من النجاح، فلو ده جه مع ده يبقى حققنا المعادلة الصعبة زي ما بيقولوا. يعني إيمان التوخي، انت ما مرتيش بمرحلة انتشار، يعني ايه؟ يعني ما مرتيش بمرحلة قبلتي فيها حاجات لمجرد انه الاسمك يعرف، يعني انت من الاول اتعرفتي سواء كان في مجال الغناء او التمثيل، يمكن ساعدك وجود اسم التوخي بجانب اسمك، فده كان مكمل الى حد كبير. النهارده ايمان التوخي بعد مثلا 10 سنوات بتحسي انك انت واقفه فين؟ تصوري حضرتك انا بحس ان انا لسه في بدايات الطريق خالص، يعني كاني واقفه على اول درجه من السلم ولسه ما طلعتوش، يعني حاسه ان انا ما حققتش ولا ربع ما اتمناه او اتمنى تقديمه. يعني حاسه انه لسه قدامي الكتير قوي، لسه بتعلم، انا لسه بتعلم وهفضل اتعلم طبعا من كل الاساتذه اللي سبقونا، وانا لازم اقول ان احنا كجيل جديد او حديث نسبيا لازم نفضل نتعلم من اساتذتنا الكبار، وما نقولش ابدا كفايه كده او احنا بقينا كويسين اهو او الحاجات الغريبه الواحد ساعات بيسمعها دي، لا احنا لازم نفضل نتعلم، لانه اللي ملوش قديم ملوش جديد. صح. وبالتاكيد انا برضو ارجع تاني واقول اتمنى عوده الفيلم الغنائي مره اخرى، لانه حاسه انه انا ممكن ده بالنسبه لي يبقى شيء في نوع من التميز، يعني اذا كنت انا بمثل وبغني فيا حبذا لو ان انا جمعت الاثنين في فيلم غنائي وقدمته، ده هيبقى شيء لطيف يعني.